بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده إن شاء الله مش هقدر أقول تبسيط العلوم بقى اللي ملوش علاقة بالتبسيط، ولكن زي ما العنوان اللي هو Drawing Plant Anatomy Using Some Software زي PowerPoint أو البينت. الحقيقة بحثت كثيرا، لقيت ان ربما دي تكون في وجهة نظري وفي اعتقادي ان دي اول مرة الطريقة اللي انا هستخدمها دلوقتي لم تستخدم. يعني انا دورت على الانترنت كتير، ربما ما قدرتش اوصل جايز، بس كل اللي انا دورت عليه شغل ارتستيك اللي هو شغل فني اللي هو رسم نباتات لوحة بتاع، لكن رسم ساينتيفيك حاجة علمية تشريح النبات دي اول مرة. اعتقد ان شاء الله تكون دي اول مرة وما تكونش الاخيرة باذن الله. بنستخدم بعض برامج زي الباوربوينت والبينت عشان نرسم التشريح، ممكن طبعا احنا بنرسمه بايدينا وطبعا ده الافضل، لكن دي طريقة اخرى ربما بتكون بتدي الحاجة تيبيكال زي ما هي ربنا خالقها من تحت الميكروسكوب. يعني هنشوف ازاي. طيب هو دلوقتي انا عارض العرض بتاعي فول سكرين، يعني ملو الشاشه عشان اقدر اشتغل، مش هيبقى ملو الشاشه، لازم هخش جوه الباوربوينت زي ما هنشوف دلوقتي او البينت، فهوقف التسجيل شويه وهنخش جوه الباوربوينت. احنا دلوقتي جوه الباوربوينت بنبتدي نحط السلايد او الشريحه اللي احنا عايزينها بالشكل ده، ثم نقطع الربع بتاعها. كل دي مهارات اساسيه للكمبيوتر مش هشرحها، احنا هنشرح النهارده الرسم. وبملى بيها الشريحه بالشكل ده وبحطها في الخلفيه، يبقى دي البدايه بتاعتي. خلاص نفس الشيء لو انا هستخدم البينت، اهو بحط الجزء اللي انا عايز ارسمه بحطه هنا، وهقدر استخدم القلم بالشكل ده من هنا، استخدم القلم بالشكل ده وسمك القلم هيبقى زي ما انا عايز بقى من هنا، واقدر اختار بالعدسه الجزء اللي انا عايز ارسمه وابتدي اتحكم فيه بقى زي ما انا عايز. هروح للقلم هنا اهو. طبعا لو حد عنده الشاشة بتاعته تاتش وعنده قلم بيقدر اللي هو الستايلس اللي هو بيقدر يستخدمه، هيبقى طبعا حاجة تحفة لانه كأنه بيرسم بايده. انا الطريقة اللي بستخدمها دلوقتي كده اللي هي الاصعب، بستخدم الماوس بتاعي، يعني اقدر اقوم جاي رايح هنا اهو بالشكل ده وابتدي اعمل الرسم بتاعي اهو، وابتدي اكمل الرسومات بتاعتي بقى لغاية لما اخلص كل الرسمة بتاعتي بالشكل ده كده اهو. طبعا طب لو في حاجه في مشكله بسيطه بمسح، ينفع امسح؟ لا ما ينفعش امسح، انا حبيت بس اوري حضراتكم. امال اعمل ايه؟ اندو بالشكل ده. طب ده اتمسحت كل الجدران. ايوه، عشان لما اجي استخدم البنت يا جماعه الخير طول ما انا دايس على الماوس بيعتبر دي كلها حركه واحده، فلو عملت اندو هيشيل لي كل اللي انا عملته، يبقى لازم اعمل كاني جدار جدار اهو. ولو عايز اكبر شويه بالشكل ده عشان اقدر اتحكم في الرسم اهو بالطريقه دي كده اهو. طبعا بنحاول نثبت ايدينا قدر الامكان اهي. لو انا عملت بقى الحركه الاخيره دي بس اللي هتتشال، اجرب مره ثانيه أهو. اهو انا بعيد تاني اهو، يبقى بدقه شديده ببتدي احرك ايديا واوصل كده. طب حد هيقول لي هتطلع مشرشره بالشكل ده؟ الحقيقه دي البيكسلز، يعني لو صغرت انا الشاشه شويه اهو بالشكل ده كده اهو، حد فيكم واخد باله؟ يبان في التكبير، بس في التكبير فقط. في طريقة تانية؟ في طريقة تانية اهو، اللي هي ازاي؟ لو استخدمت الخطوط المستقيمة دي الحقيقة يعني ايه؟ هنجرب اهو بالشكل ده كده، ان هعمل خط مستقيم بالشكل ده. لا ده سميك جدا، امال اعمل ايه؟ مش احنا قلنا اتفقنا بننقي ارفع حاجة موجودة هنا، هروح ارسم هنا اهو بالشكل ده اهو، هبتدي ارسم بالشكل ده واقفل الخليه بتاعتي اهي. نرسم واحده تانيه اهو، نرسم كمان واحده اهو بالشكل ده. طبعا هنا انا ماشي على الخلايا اللي موجوده قدامي في الشريحه بالشكل ده كده اهو. نرسم كمان واحده اهو، نرسم كمان الخليه اللي احنا بنرسمها، ده مش مظبوط، برجع امسحه مره تانيه اهو بالشكل ده كده
اهو. طيب لو اجي بقى اصغر ابعد شويه، انا كده كنت مكبر خالص اهو بالمنظر ده كده، هيبان لي الشكل ده، وهكذا لغايه لما اخلص رسم. طيب الحقيقه الطريقه الافضل في الباوربوينت، لكن انا حبيت اوري ان ممكن ادي برنامج اهو، ادي البينت، واقدر اعدي بقى كده على كل الخلايا، بس طبعا ده في الخلايا المضلعه، لكن الخلايا اللي هي فيها كيرف او منحنيات مش هيصلح فيها غير القلم اهو بالشكل ده. بتحرك على حدود الخليه بدقه ومش باستعجال، وعشان كده الموضوع ده ممكن ياخد وقت طويل جدا. طبعا اهو هذه الخليه الثانيه اهي، دي اخر طبقه في الكورتكس او القشره اهو، هذه الخليه الثانيه. في هنا جزء كده لازم يتعاد تاني. شفتوا بقى لازم يكون في دقه من الاول، لان انا كل الخط ده عباره عن حركه واحده، يعني لو عملت اندو كل الخط ده المجهود ده كله هيتمسح، فلازم ابقى دقيق للغايه قدر الامكان بالشكل ده. طب ناخد الخليه الكبيره دي، ناخد الخليه الكبيره دي اهي، هذه الخليه الضخمه من خلايا القشره. بالشكل ده وهكذا. تمام؟ يبقى اذا شفنا الخلايا اللي فيها كيرفز او منحنيات، وشفنا الخلايا المضلعه. طبعا في طريقه اسهل خالص، لو انا مش عايز كمبيوتر بطبع الصوره دي وبشفها، او اللي ماهر في الرسم بيرسمها وهكذا. طيب ده برنامج البنت، نروح بقى لبرنامج الباوربوينت. البرنامج الباوربوينت مجرد ان هعمل ايه؟ هروح اعمل انسرت، واقوم جاي رايح لشيب، وهختار هنا، هنا ده الاختيار اللي هو الفري فورم شيب، فري فورم شيب اللي هو الشكل ده اهو، ضغطت عليه مره واحده. طبعا لازم اكون بقى محدد بتاع الرسمه بتاعتي منين. نسيت اقول لكم ان ممكن اخليها بالالوان او اخليها ابيض واسود بالشكل ده كده، لكن طبعا انا لقيت ان الالوان هتبقى افضل. بكبر على الجزء او الخلايا اللي انا عايزها بالشكل ده كده اهو. شوف انا هبدا منين اهو، ابدا اهو، ناخد الزايلم الاول، ناخد الزايلم الاول، او ناخد الفلويم سيان، اروح انسرت، دي بتاخد بقى مجهود لان كل خليه هتترسم لحالها بقى. يعني هروح اعمل هنا اهو بالشكل ده، بحدد الاضلاع الخليه، بضغط واسيب اهو، بضغط لغايه لما هقفل الشكل بالمنظر ده، اروح احدد الاوت لاين اخليه اسود، والملو الخليه او الشكل بخليه فاضي بالمنظر ده اهو، وارسم خليه ثانيه بنفس الطريقه اهو. لو في اي شيء سهل ان اصلحه بعد كده. هنا في ضلع صغير كده اهو، مجرد ان اضغط هنا اضغط هنا، اجي الخليه الثانيه. نرسم كمان خليه، هرسم كام خليه وبعدين هسرع، اوقف التسجيل واسرع الفيديو شويه اهو. هروح للخليه دي اهو بالشكل ده، هنا في ضلع صغير اهو، بمشي على كل الاضلاع بالمنظر ده وهكذا. خلاص، يبقى اذا هنمشي بنفس الطريقه دي، خليه خليه، اكبر على الجزء اللي انا عايزه واروح للخليه الثانيه وهكذا. انا هبطل الكلام دلوقتي لغايه لما اخلص رسم، هسرع الفيديو بسرعه شو. هنيجي خليه زي هنا، حد يقول لي في هنا انت سول سبيس، مسافه بينيه، والضلع ده مش بالشكل ده، او هنا في جزء مش 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 مظبوط قوي. طب الحاجات الدقه دي هعملها ازاي؟ بسيطه خالص، بروح رايت كليك اديت بوينتس بالشكل ده كده. سهل بقى ان اشد ده كده شويه اهو، شديت دي كده بره بالشكل ده كده اهو، خدتها كده، يبقى اقدر اتحكم في النقاط اللي بتحكم كل خليه. هنا نفس الشيء، هنا لو قربت شويه كده اهو، في هنا مشكله، ايديت بوينت، واقوم جاي واخد ده واقوم جاي اظبطها في المكان المظبوط وهكذا. يبقى اقدر اتحكم في الكيرف بتاع الخليه لو في مشكله عندي، واقدر اصلح فيها زي ما انا عايز.
السلام عليكم. طيب دلوقتي احنا شغلنا الفيديو تاني، انا انتهيت من الرسومات اللي خاصة بالفلويم اللحاء اللي هو الجزء الاخضر ده والجزء اللي هنا، خلاص يتبقى الجزء الاحمر ده اللي هو واخد صبغة الجنين ده الخشب. بنروح على طول اهو هنلاقيه بالشكل ده كده. انا وقفت الفيديو وكملته، بقت الخلايا كلها كاملة. يعني لو كبرنا الشريحة شوية اهو اهو، ادي الخلايا الفلويم بالشكل ده، وادي خلايا الزيلم او خلايا الخشب اهي بالمنظر ده. طيب دلوقتي هيتبقى الشريحه اللي بعد كده، هنروح هنشوف الايه طبقه الاندوديرمس والسوبرين اللي موجوده على الطبقه اللي هنا، اللي هو الجزء اللي لونه اصفر بالشكل ده كده، وازاي بنرسم الجزء الخارجي هنا. طيب نشوف مع بعض كده، لو انا كبرت كده خلاص انا الرسمه اهي، نروح مع بعض الانسيرت وبنضغط بس المره دي على الجزء ده اللي هو السكريبل بالشكل ده. ده لو انا هرسم الكورتكس الاول. طب انا مش هرسم الكورتكس الاول، انا هرسم ده. ممكن بنرسمه نفس الطريقه اللي انا رسمت بيها الخلايا بتاعت الفلويم والزيلم، ودي الحقيقه انا افضلها بالشكل ده كده، وهقول لكم ازاي بنعمل الكيرف اللي موجود عندنا هنا. بنروح بنختار الشكل ده كده اهو، اهو بالمنظر ده. طب حد يقول لي الجدر بتاعت الخلايا هنا ماهيش مستقيمه، صحيح. بنعدلها ازاي؟ بنروح طبعا دي مهارات بقى الباور بوينت المفروض كلنا عارفينها، ايديت بوينت، وابتدي اهو بالشكل ده اعدل الجزء بتاع الرسمه عندي بالمنظر ده كده اهو اهو بالشكل ده، انكور بوينت بالمنظر ده كده، واقدر اعمل الكيرف اللي انا عايزه اهو، هجيب دي هنا بالمنظر ده كده. انا ممكن كمان اشيل النقطة دي احذفها خالص، ومن هنا اقدر اعمل الشكل الكيرف اللي انا عايزه بالمنظر ده اهو. تاني edit points النقطة اللي على اليسار، وابتدي اظبط الكيرف بتاعي اهو هنا، والنقطة التانية اقدر اخد الكيرف كده واعدله بالشكل ده كده لغاية لما أحصل على شكل الخلية اللي موجودة عندي بالمنظر ده أهو. في كل الـ 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 الأضلاع بتاعة الخلية أقدر أظبطها بالشكل ده لغاية لما أحصل على الكيرف اللي موجود عندي أهو. طيب هلاقي إن الخلية اللي هنا محتاجة تتظبط؟ أه لازم نظبطها طبعًا، لأن الجدار ده جدار مشترك، فلازم هيبقى الجدار بالشكل ده كده، جدار الخليه اللي بتجاور هذه الخليه اهي بالمنظر ده كده، وعامل لي انتر سبيس. عايزه تتظبط شويه، ايوه بكبر الصوره عشان اقدر اتحكم فيها. ادي الخليه رايت كليك، وابتدي اظبط الشريح اللي النقط الاساسيه بتاعه الخليه اهو بالمنظر ده كده. الجدار ده عايز يتظبط؟ ايوه طبعا. اخده وابتدي اظبط الكيرف بتاعه من النقطتين الرئيسيتين بالشكل ده لغاية لما تنطبق الجدرة على بعضها، تمام. فاضل الخلية اللي هنا دي اللي جنبهم عايز اظبطها، عشان كده الحكاية محتاجة صبر شوية. اظبطها بالشكل ده، بعدين اروح اظبط الخلية اللي جنبها اهو بالمنظر ده كده. يبقى انا حصلت على الخلية بتاعتي ورسمتها. في ناس بترسم الخلية الرسم كله وبعدين تظبط، وفي ناس بترسم خلية خلية وتظبطها. انا هوقف التسجيل هنا لغاية لما اكمل الصف الكامل ده كله بتاع الاندوديرمس والتغليس بتاعه، هنشوف بيترسم ازاي. اهلا بيكم، رجعنا تاني بعد ما رسمنا الطبقة الداخلية اهو بالشكل ده اهو، بكبرها لحضراتكم. الكيرفات كلها مظبوطة وظبطناها، الخلايا كلها تمام. هنوقف الفيديو مرة تانية ونشوف هنرسم ازاي الخلايا دي، بس هنرسم خلية منهم في الاول. طبعا هنا الرسم مش مضلع، هيبقى رسم حر، فبالتالي لما بنيجي بنختار انسرت وبنروح للسكرابل اللي موجود هنا بالشكل ده كده. لو هكبر الشاشه وهروح امشي، بس لازم بقى بيبقى عايزه دقه شديده، والا هنضطر نعيد الخطوه كلها من الاول تاني اهو. بنمشي بتأني على حدود الخليه الاصليه بالشكل ده اهو. اول ما بقفل الخليه هو من نفسه بيديها اللون كده، بخلي الشكل بالطريقه دي. ادي الخليه اترسمت، هوقف الفيديو لغايه لما اكمل كام خليه حواليهم من الكورتكس عشان يبقى الرسم كله ان شاء الله كامل، ونشوف التغليظ بقى بيتعمل ازاي. اهلا بيكم في الخطوه قبل الاخيره،
يبقى احنا بدأنا برسم الفلويم اللي هو الطبقات الخضراء، الخلايا الخضراء دي، ثم الجزء الخاص بالفايبرز والفيزلز الخاصة بالخشب لايلم، ثم طبقة الاندوديرمس اللي فيها السوبرين، ثم طبقة الكورتكس. دلوقتي هتفضل ان احنا نشوف ازاي هنعمل التغليظ اللي في الداخل ده. طبعا احنا لما بنيجي نرسمه بايدينا مجرد بنرسم خط سميك في الداخل كده، فهنرسم واحدة. يبقى هنحط شكل دائري. لو انا عملت شكل دائري بالشكل ده كده اهو، وخليت سمك يكون سميك شوية بالشكل ده او ده، هنقدر نتحكم فيه بعد كده، واقدر اروح بالشكل ده اهو على الحدود اللي خاصة تقريبا، هيبقى بالشكل ده كده، اقدر اصغر شوية بالطريقة دي. السلام عليكم، اهلا بحضراتكم. كده احنا استكملنا التغليظ زي ما احنا قلنا اهو، التغليظ سواء بتاع الفيزلز او الاوعية، منا التغليظ اللي خاص سواء الفايبرز، بعض خلايا الفايبرز والفايبرز اهي، او الاوعية اللي هي الواسعة بتاعة الخشب بالشكل ده كده. السوبرين الحقيقة طريقة تغليظه بقى بتختلف شوية، في ناس ما بترسمش التغليظ بتاعه خالص، وفي ناس بترسمه بالتظليل زي ما هنشوف حالا دلوقتي اهو. في ناس بتعمل ايه، انسرت وبتروح بالشكل ده كده اهو، هكبر خليه واحدة عشان نشوف احنا بنعمل ايه. اتجاه الفراغ بيكون بالشكل ده، واضح ان هو اكتر من طبقة، طبقات اهو بدرجات مختلفة من مادة التغليظ. في ناس تروح كده وتروح للتظليل ده اهو، تختار الجدار بالشكل ده كده اهو، بالطريقة دي كده. والحقيقة الطريقة دي غير منطقية وغير فعالة. أمال هنعمل إيه؟ هنعمل الآتي، بنشيل الخلية اللي أنا رسمتها أو التغليظ، مجرد إن بعمل الشكل ده فقط لا غير أهو. هنا يمكن تبقى واضحة أكتر شوية، أنا رسمت دي الاتجاه بتاعها أهو، أقدر أعدل فيه، نعم هقدر أروح هنا وألفها في الاتجاه بتاع الجزء اليومن أو الجزء الفراغ اللي لسه موجود في الخلية الاندوديرمز بالشكل ده كده، تمام اهو بالمنظر ده كده، واقدر اكرر ده في كل الخلايا بعد كده. كده استكملنا الطبقه كلها التغليظ بالشكل ده. الحقيقه ما بنسيبوش كده، بعد كده هنتعلم ازاي ناخد الجزء ده كده وبنظلله زي ما هنشوف دلوقتي. كده بتكون الرسمه كلها اكتملت كامله بالشكل ده كده. بدانا بالجزء اللي خاص بخلايا الفلويم بالشكل ده كده اهي، سواء الناحية دي والناحية دي اللي هما المكانين. طبعا القطاع اللي قدامنا ده قطاع دايكو تروت، قطاع في مستعرض في جذر من نبات ذوات فلقتين، فعدد أذرع الخشب واللحاء بيكون قليل. يبقى ده الجزء الفلويم اهو، ادي الجزء اهو، خدنا ذراع منه واحد، وان ارم فقط، لان احنا عارفين الترتيب بتاع الزايلم اند فلويم في الدايكو تروت بيكون ريديال قطري، يعني لو نصف قطر بيمر باللحاء يبقى نصف قطر التاني هيمر بالخشب وهكذا. خلاص طبقة البريسايكل، وادي طبقة الاندوديرمس اللي هي اخر طبقة في الكورتكس، فيها طبقة السوبرين بالشكل ده، في بعض الخلايا ما فيهاش، ودي طبقة الايه الكورتكس اللي هي خلايا البارينكيما. الازرق اللي موجود فيها ده واضح ان هو حاجة تخزينية اللي هو النشا، لان لما بتحط عليه اليود بياخد اللون الازرق او البنون البنفسجي بالشكل ده كده. بعض الخلايا بالشكل ده انا ما غلظتهاش لان لسه التغليظات في بدايتها، يعني زي هنا مثلا، زي هنا، زي هنا، زي هنا، زي هنا، اهتميت ان اعمل التغليظ اللي هو خلايا فايبرز يعني، تمام. وبكده بيكون القطاع اهو. شيلنا الصوره اللي في الخلفيه، احنا كنا حاطين صوره في الخلفيه، شيلنا الصوره بتاعت الخلفيه، فاتبقى عندي الخلايا اللي احنا رسمناها اهو. انا بس باكد عليكم اهي، كل دي الخلايا اللي احنا رسمناها اهي، كل خليه لوحدها بالشكل ده كده اهو. يبقى ده القطاع عندي بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، بالشكل الجميل ده.
طيب اقدر اعمل فيه ايه؟ اقدر اجمع الرسم ده كله خلاص بحيث في رسمه واحده واخليه كصوره بالشكل ده كده، يعني اقدر احفظه هنا سيف از بيكتشر، وبيفتح لي الفولدر بتاعي او المكان اللي انا عايز اعمل سيف فيه حفظ يعني للصوره، وبعمل له حفظ خلاص. طب لو انا عايز اظلل الجزء اللي هنا ده يبقى هلجأ للبينت براش اللي كنا راسمين فيه، باخد كوبي اهو نسخ، هروح هنا طبعا الرسم ده انا مش عايزه فهحذفه بالشكل ده كده واحط الرسمه بتاعتي بيست اهي، دي هنا صوره. اقدر اظلل هنا؟ اقدر. ازاي؟ هنشوف مع بعض. احنا عايزين نعمل التظليل هنا لونه اسود، هنا التظليل بتاع الخشب ما بنظللهوش، نعمل الدايره دي غامقه وبس، انما هنا ممكن ده كله يتظلل بلون اسود او بلون رمادي حسب. لو انا عايزه بلون اسود مفيش مشكله بلون رمادي. الاول اخترت الشكل ده اللي هو هيملى المسافه كلها، وبختار اللون بتاعي وباظلله بالشكل ده كده. لو هيتعمل بلون اسود، واعتقد في بعض الكتب بتعمله بلون اسود، ايا كان هو طبعا لونه في الشريحه كان اعتقد برتقاني او مصفر بالمنظر ده كده اهو بالشكل ده، ادي الصوره عندي بالمنظر ده كده، في حين ان اللون الاحمر ده اللي كان بيملى الخشب اهو، بس طبعا احنا ما بنظللوش بالطريقه دي. وبكده بنكون رسمنا رسم تشريح كامل اهو، انا حبيت بس اظلل قدام حضراتكم بالشكل ده اهو. يبقى دي خلايا البارينكما، الطبقه اللي فيها السوبرين، ادي الفلويم الى اخر هذه الامور. عايزها ابيض واسود بس اسيبها ابيض واسود بس، مفيش اي مشكله، اقدر اطبعها اعمل اللي انا عايزه في الصوره. وبكده بنكون اتعلمنا ازاي نرسم ولاول مره رسم تشريح نبات. طبعا اللي بينطبق على تشريح النبات هينطبق على اي حاجه تانية، ده الجزء الاول، ده الفيديو الاول اللي هو خاص انا بدات بتشريح النبات اللي هو يهمنا يعني خلاص. اقدر ارسم المورفولوجي والكلام ده كله هنشوف مع بعض في الفيديوهات القادمه باذن الله. خلاص هوقف الفيديو لحظه هنا عشان ارجع للملف بتاعي. اهلا بحضراتكم، بنرجع مره ثانيه. دي الصوره اللي كانت في البينت براش خدناها، او في الرسام خدناها، حطيتها بقى في الباوربوينت، اقدر اطبعها اقدر اعمل حاجه. طبعا التلوين الاحمر ده مش مظبوط، احنا اتفقنا التظليل بتاعنا بيبقى اسود بس من الداخل، ودي طبقه الايه. ان كنت احسنت فمن الله، وان كنت اخطات او نسيت شيئا فمن نفسي، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم لا تجعل في عملنا رياء او سمعه، اللهم امين. وبنحمد الله سبحانه وتعالى انه بيعلمنا شيء جديد كل يوم، وده شيء طيب الحقيقه عشان يبقى يوم مثمر عندما نسال امام الله سبحانه وتعالى. ويا رب ما يكونش في العمل رياء ولا سمعه. الحقيقه انا سعيد بالفيديو ده، لان دي اول مره الحقيقه كان الحلم بيراودني، لان كان طبعا رسم اليد لا يعلى عليه، بس مش هيطلع بالشكل ده. يعني الشكل ده احنا خدنا خليه خليه، يعني زي صوره طبق الاصل من اللي باين عندي في الميكروسكوب، انما رسم اليد هيبقى صعب شويه نعمل حاجه زي كده. طبعا عايز مهارات عاليه وعايز وقت طويل جدا. احنا اتعلمنا النهارده البرنامجين، طب في برنامج انا ما حطيتش وقتي فيه قوي لان مش هو اللي انا بستخدمه اللي هو البنت براش، شفنا الباوربوينت. طبعا في برامج ثانيه بقى، ادوبي بريمير، الستريتور، برامج ثانيه الفوتوشوب، في برامج ثانيه كتير ممكن تعمل اللي احنا عملناه النهارده. لكن دايما احنا دايما في الفيديوهات بتاعتي دايما بنقول ايه، ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم في شيئين قط الا اختار ايسرهما صلى الله عليه وسلم. فاحنا دايما بنختار لما يكون في اكتر من برنامج، بنشوف ايه المتاح عندنا، ايه المجاني، ايه اللي موجود على الكمبيوتر، وهو ده اللي احنا ايه بنستخدمه. نسالكم الدعاء بظهر الغيب، وان شاء الله نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله، نشوف بقى ازاي نرسم المورفولوجي في فيديو قادم بمشيئة الله. أترككم في رعاية الله وأمانه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.